قلت لك ابدا اول خطوه وهي جت صح. انا فرحان قوي يا عبد الرحيم، فرحان قوي يا عبد الرحيم. لا ده انت كنت قلقان وخايف، وهو الراجل ابوها وعد انه هيقف معاك للنهايه وهيديك شقه كمان. يديني شقه؟ مش هو قال لك كده؟ ايوه، بس الراجل يعني كان بيبين شعوره من ناحيتي ومن ناحيه بنته. واضح ان الناس دي مستريحه. مش بتقول انه كل ما يزرجن في الشغل يروح مزنجر كده ويقول لا انا ارميلكوا استقالتي واقعد في بيتنا الم ايراد العماره؟ واضح انه مستريح. ايوه يا عبد الرحيم، بس عايزنا نقدم لكريمه ولا طمعان في شقه في بيتهم؟ ده مش طمع ولا حاجه. كل اسره بتتمنى الخير لبنتها، خصوصا اذا كان عندهم بيت ملك، يعني لا هيدفعوا خلو ولا هيخسروا حاجه. وانت عايزهم كمان يدفعوا لي خلو ولدي؟ ما انا بقول لك بيتهم بس يدبروا لكم شقه. طيب البقى ما عندهمش شقه فاضيه. معقول؟ معقول راجل مقتدر زي ده وعنده بيت ملك ودي بنته الوحيده مش هيلاقي لكم شقه؟ ولا يسكنوكوا في شقه زي اللي تكون اوضتين؟ معقوله برضه؟ ده حتى لو ما كانش فيه شقه فاضيه عنده في البيت يبني لكم شقه دكاكين. يعني دكاكين ازاي؟ يعني من غير تنخيط. مش عايزين غير دبلتين. لا 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 لا، الحكايه ما وصلتش لحد كده. انا عامل حسابي كويس قوي، انا معايا فلوس. حلو، بس الفلوس اللي هنصرفها نحطها في شقتنا احسن. شقتنا؟ ايوه، نحط فيها الفلوس ونوضبها على ذوقنا. و ماما وافقت؟ على ايه؟ يعني علشان حكايه الشقه يعني. قصدك عشان صغيرة يعني؟ مش مهم، مش مهم كبيرة ولا صغيرة يا كريمة. عبد الله أنا قلت لماما، لا صغيرة ولا كبيرة، المهم إن إحنا يبقى عندنا شقة. أي حاجة بعد كده مش مشكلة. أنا مش عارف أقول لك إيه يا كريمة، مش عارف. ما تقولش حاجة يا حبيبي. هجيب الدبلتين أنت. دبلتين؟ دبلتين إيه؟ ده أنت حلقتيني يا كريمة. يا حبيبي أنا لازم أجيب لك شبكة تليق بمقامك. لا يسميني بس. بس ايه ما دام شقه موجوده؟ حضرتك نفسنا ايه؟ قابلت كريمه حكمتك يا رب، حكمتك. شفت سمك يا كريمه؟ ايوه قابلت سمكه دي. اتجوزت موظف. مبروك يا مبروك يا كريم. الله يبارك فيك. مبروك يا كريم. الله يبارك فيك. بشير وفضل عبد الرحيم. اهلا 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 اهلا. اتفضل يا ابني. لا متشكر قوي يا عم. ايه اللي كان بيحصل ده؟ لا لا مش حاجه، مع السلامه بقى. مع السلامه. مع السلامه. باي باي يا سمير. باي باي يا كريم. بقول مع السلامة. يلا 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 يلا. لحقوا. يا سلام يا سلام يا عبد الرحيم، أصيل أصيل قوي يا عم عبد المقصود يا عبد الرحيم. بس كان نفسي أقول لهم يخلوا أوضة النوم مفتوحة على الحمام وتبقى. طب ما قلت لهمش ليه قبل ما ينحروا؟ ما عندكش فكرة يا عبد الرحيم، انكسفت يا عبد الرحيم. الله، العمال الراجل ما عندكش فكره، عمال طالعين نازلين بالاحمر، طوب الاحمر. يلا ابقى اعملها بقى على حسابي ان شاء الله بعد الجواز. اصيل اصيل يا سمير. الله، الواحد لازم برضه يبقى نزيه يا عبد الرحيم. انت عارف انا طول عمري راجل فييس. فييس انت. بشير يا عبد الرحيم. سمير، عايز اقول لك على حاجه بس مكسوفه. مكسوفه؟ مكسوفه من ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نصارح بعض بكل حاجه؟ خير؟ اصلي ماما قالت، قصدي ماما وبابا كانوا بيتكلموا مع بعض امبارح. خير؟ ماما قالت احنا مش هنجهز. ايه؟ لا احنا مش هنجهز الا اوضتين وصاله بس. وماله؟ هو ده بقى اللي مخليكي مكسوفه؟ احنا كنا هنجهز ثلاث اوض بس هنوديهم فين ما دام الشقه اوضتين وصاله؟ مش مهم، ان شاء الله حتى تكون اوضه من غير صاله. يعني مش متضايق؟ انا اتضايق؟ ده انا مش عارف اعمل معاكم ايه. ده جميل عمري ما هنساه ابدا يا حبيبتي. جميل ايه يا سمير؟ ايه كل
ايه ده وما عملتوش؟ ده انتوا ناقص بقى تبنوا لي عماره. والله ناس يشكروا. حد يلاقي ناس زي دي دلوقتي؟ تصور يا عبد الرحيم. قال مكسوفين علشان الشقه صغيره. مكسوفين ايه؟ ده بس عشان ناس قصدة. هي الشقه كم مطرح؟ زي شقتنا دي تقريبا. اوضتين وصاله. تبقى مش صغيره، كويسه قوي. اللي قول لي، انت شفت الشقه دي؟ لا. لا ازاي؟ ما معقوله ما تشوفش الشقه اللي هتتجوز فيها؟ ده كلام يا عبد الرحيم. بقى اروح للناس اقول لهم شكلها ايه الشقه اللي هتدهاني؟ ده كلام برضه. طب وفي ايه يعني؟ يعني تجيبهم بطريقه ثانيه، تقول لهم مثلا عايز اشوف العفش، الديكورات. لا يبقى احراج برضك يا عبد الرحيم، يبقى احراج. مش معقول برضك يا اخي اقول لهم حاجه زي كده. لما يجي العفش على ربنا. وبعدين انا اصلي اللي شاغلني دلوقتي ازاي ادبر اموري عشان اواجه المسؤوليه. ربنا يوفقك يا سمير. عقبالك يا عبد الرحيم. وانت بقى مش ناوي تعملها ولا ايه؟ ناوي ناوي كله تمام، بس الاول افرح فيك وامشي في جوازتك. يا جماعه صلوا على النبي، ده احنا قرايب. ده قرايب. انت خليت فيه قرايب. اخرب بيت القرايب. ايش يا عبد الرحيم؟ يا عم يا شويه يا عم عندكم كده ان شاء الله. يا كريمه ان الشقه اللي عندكم اوضتين وصاله، وانا قلت لك موافق. انا قلت لك ان احنا عندنا شقه؟ لو انت يا بنتي وعدتيه حاجه. ابدا يا ماما، انا قصدي على شقته. شقتي؟ اهلا، لو انت فاكرني هجوزك عروسه وعليها شقه. قلب الدم. لو انت فاكر ان البيت ده بيتنا. امال بيت مين يا استاذ عبد المقصود؟ ده بيت شركي يا حبيبي، خمس عيلات مشتركين فيه، وكمان مرهون وعليه قضايا بقى لها ثلاث سنين. بس يا ماما بس. يا بنت بختك يا بنتي، يفضحتنا قدام الجيران وقدام الناس. انا مالي اي ذنب في اللي حصل ده كله؟ الموضوع من اوله مثبت. انا عارف حصل سوء تفاهم قليل ب 60 ميلة. لا انا كمان اللي هيصني في الموضوع ده ان حماتي افتكرتني طماع. والله يا ابني لو كان عندنا الشقه ما كنا هنعزق عليك. ده
حتى البيت مرهون وعليه مشاكل. اللي عايزني في الموضوع ده كمان حاجة واحدة بس. ايه هي يا ابني؟ ليه يا حبيبتك كل ما كنت تزركن في الشغل تقول انا مش سالتي واقعد في بيت الم الايجار؟ لا وانا ما يهمنيش الفلوس، ولو ما عندكوش شقه انا اجيب لكم شقه. ده كلام تاريخ، لا عندك بيت ولا عمرك لميت ايجار حتى. ما خلاص يا ابني هتمسكني على الواحده. لا بس انا بتغاظ بقى من الفشخره الكدابه دي. لا احفظ كلامك يا سمير، كلمه واحده زياده هحولك للتحقيق. يا عم صل على النبي بقى، صل على النبي. ما تشدنيش كده، انا لما كنت بكلمك انا كنت واثق ان عندك شقه، وانا كنت فاكرك بتبني لنا شقه. انا بنفسي شايف الفواعليه وهم طالعين داخلين وشايلين القصعه فيها مونة. امال كنت بتبني ايه يا كابتن؟ ها كابتن؟ لا ما كناش بنبني، ده عفشه الميه اللي فوقنا ماشي بوشت السقف بتاعنا. يا حبيبي يا حبيبي، كمان السقف بتاع البيت بايش. اوه يا ابني ارحمني، اعمل معروف اعتقني بقى. المهم نفكر ازاي نحل المشكله دي. مش عارف يا عم، مش عارف. انا من رايي انك تقابل صاحبك ده وتشرح له كل حاجه. عبد الرحيم؟ ايوه، تشرح له كل حاجه بالتفصيل وبكل وضوح قبل ما يتخذ اي قرار بخصوص الشقه. لا ما اقدرش انا كمان اروح اقول له اطلع من الشقه يا عبد الرحيم ونام في طراوه. كمان ما اقدرش اقول له انك طلعت هجاص.